الآن ننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية وهذا التقرير. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم الجديد بعد الموافق عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وإقراره من قبل الجمعية العمومية للاتحاد. وقالت الهيئة في بيان صحفي معقب الاجتماع 24 لمجلس إدارتها إن المجلس اعتمد أيضا إنشاء اتحاد الرياضة للجميع لتوسعة رقعة المشاركة لجميع المراحل السنية في الأنشطة والفعاليات الرياضية.